السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي معانا ده كاسيت شارب اتنين باب، الموديل بتاعه جي اف شرطة 767 زد، في منه كمان 3 سبعات وفي 3 تسعات. ده لونه فضي ب4 سماعات من تحت. الجهاز ده وزنه 11 كيلو جرام، وزنه 11 كيلو جرام، عرضه 73 سنتي، في ارتفاع 38، في عمق 15، راديو متعدد الموجات، وشر اتنين شريط كاسيت. ونشوف مع بعض. This boom box is sharp model GF dash 767 Z made in Japan. راديو مالتي باند FM and AM and SW and two tapes. خصوصية أبو بكر وعمر التي لا يشاركهما فيها أحد. خلاص مش قادر أوصل لحاجة، أنت ممكن تفضل تحاول. Di emergenza attrezzature di supporto. وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. اختارهم المولى تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه، وجعلهم لنا أعلاما وقدوة. فقد قال الله تعالى: In case you don't know the name of the song, let me repeat that for you. Lose Control. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده كاسيت شارب 2 باب، الموديل بتاعه جي اف شرطه 767 زد. زي ما قلنا وزن الجهاز 11 كيلو جرام. الجهاز ده 60 واط 60 واط، عرض الجهاز 73 سنتي، في ارتفاع 38، في عمق 15، صنع في اليابان، مزود ب4 سماعه. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، نتقابل في فيديو جديد. شكرا. This boom box is sharp radio multi band FM and AM and SW and two tapes. Model GF-767Z made in Japan. Thank you.